هلو، يعطيكم العافية. معكم إبراهيم عباس، معرف باسم فيو. اليوم بهذا الدرس رح ناخذ غنية سألوني الناس لفيروز بناء على كومنتات اجتني من قبل. بهذا الدرس كالعادة رح نشرح التاب بشكل مفصل. الموسيقى الخلفية رح تلاقوها بالتحت باسم الوصف، ورح أترك لكم التاب بآخر الغنية. وما تنسوا يلي عجبوا الفيديو يعمل لايك، ويلي ما اشترك بالقناة يشترك يعمل سبسكرايب كرمال توصلوا كل الدروس الجديدة. ويلا خلينا نبلش. عندنا أول جملة قبل ما تغني فيروز. أول جملة، أول شيء على الوتر الأول، خمسة ثلاثة خمسة، ستة على الوتر الثاني، ثلاثة على الوتر الأول، خمسة ستة على الوتر الأول، خمسة ستة على الوتر الأول، ثلاثة على الوتر الأول. على البطيء، الجملة اللي بعدها، خمسة على الوتر الأول، ثلاثة على الوتر الأول، خمسة على الوتر الأول، ستة على الوتر الثاني، ثلاثة خمسة ثلاثة على الوتر الأول، ثلاثة خمسة ثلاثة، بعدين ثلاثة على الوتر الثاني. يعني الجملة الثانية، هلا الجملة الأولى والثانية بيكونوا هيك. هلا بنرجع بنعيد الجملة الأولى نفسها ذاتها. بس هلا الجملة الثانية بتختلف، بتصير 3 على الوتر الأول، 6 6 على الوتر الثاني، بعدين 3 على الوتر الأول، 6 6 على الوتر الثاني، 4 4 على الوتر الثاني، 3 3 على الوتر الثاني. هلا حلعب لكم المقطع الأول كلياته سوا على البطيء كيف بيكون. المقطع الأول كلياته سوا على البطيء، وهذا المقطع الأول بينعاد مرتين، بعدين بتبلش فيروز تغني. طيب هلأ فيروز بتبلش تغني. حنبلش بأول مقطع، أول جملة كبيرة، ثلاثة على الوتر الأول، واحد واحد على الوتر الأول، أربعة أربعة على الوتر الثاني، ثلاثة ثلاثة على الوتر الثاني، بعدين أربعة أربعة على الوتر الثاني، بعدين واحد على الوتر الأول، ثلاثة ثلاثة على الوتر الأول، هو التوقيت طبعا. بنقرب اصبعنا نفس ذاته على الخمسة بالوتر الاول، بنلعب خمسة ستة خمسة ستة، بعدين ثلاثة على الوتر الاول، انا لعبتها هلا بطريقة باصابع شوي، غيرت باخر شي بالاصابع. فيكم تلعبوها هيك، أو فيكم الإصبع الأول تقربوه على الثلاثة، يعني بصير هيك. قربت
جربت اصبعي الاول هلا على الثلاثه ولعبت الاثنين مزبوطين يعني. هلا الجمله اللي بعدها تمين تمينة على الوتر الاول، خمسه على الوتر الاول، ستة ستة على الوتر الأول، ثلاثة على الوتر الأول، خمسة على الوتر الأول، واحد على الوتر الأول، ثلاثة على الوتر الأول، أربعة على الوتر الثاني. خليني أفرجيكم لهلأ كيف صارت. هلأ بعدين عنا واحد ثلاثة واحد على الوتر الأول، أربعة أربعة على الوتر الثاني، ثلاثة أربعة على الوتر الثاني، بعدين ثلاثة واحد على الوتر الثاني. التوقيت تبعهم تبع آخر كذا نوت بيكونوا هيك. بس الجملة الثانية بتكون هيك كلها سوا. هلا الجملة اللي بعدها إذا لاحظتوا عدنا أول جملة لعبناها، فإذا هلا صرنا لاعبين الجملة الأولى والثانية، ثالث جملة عدنا الجملة الأولى نفس ذاتها، هلا الجملة الرابعة. الجملة الرابعة خمسة على الوتر الأول، ستة على الوتر الأول، ثمانية على الوتر الأول، عشرة على الوتر الأول، بدنا نطلع دغري بإصبع الأول على الثلاثة. فيكم تعملوا سلايد، سلايد من 8 للعشرة. بعدين واحد على الوتر الأول، ثلاثة على الوتر الأول، أربعة على الوتر الثاني، واحد على الوتر الأول، ثلاثة على الوتر الثاني، أربعة على الوتر الثاني، ثلاثة على الوتر الثاني. هلا المقطع كلياته سوا رح ألعبه على البطيء من أوله لآخره. هذا هو المقطع الثاني كلياته سوا على البطيء. هلا عنا المقطع الثالث. هذا المقطع بينعاد مرتين. بنبلش اول شيء باصبع الثالث، من بنحط اصبعنا الثالث على فريت رقم خمسه باول وتر، وبنلعب خمسه سته خمسة ثلاثة ثلاثة كله على الوتر الأول. هلا ستة على الوتر الثاني، ثلاثة على الوتر الأول، سكتة صغيرة، بعدين بنحط إصبعنا الأول دغري على فريت رقم ثلاثة بالوتر الثاني، وبنلعب ثلاثة أربعة على الوتر الثاني، ستة 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 على الوتر الثاني. هلا أربعة ستة أربعة ستة على الوتر الثاني، ثلاثة على الوتر الثاني، يعني فإذا هلا منعيد أول جملة نفس ذاتها. هلا بعدين بنلعب 3 3
بإصبعنا صغيرة بننزل على 8 بالوتر الأول، 7 على الوتر الأول، 8 على الوتر الأول، 10 كله على الوتر الأول، 8 6 5. هذا هو المقطع كله، هلا حاضركم كلياته سوا على البطيء. بيرجع بنعد. المقطع الثالث، هلا المقطع الرابع. المقطع الرابع مشكل، المقطع الرابع كثير بقلبه تقليبات شو اسمه، بالتايمينج تبع النوت، بالوقت تبع كل نوت ونوت. المهم بنحط 6 6 على الوتر الاول، 5 على الوتر الاول، 6 على الوتر الأول، بعدين 6 على الوتر الثاني، 3 5 على الوتر الأول، 3 على الوتر الأول، 1 على الوتر الأول، 3 على الوتر الأول، 4 3 على الوتر التالي. هلا بعدين بنلعب 3 4 على الوتر التاني، 1 3 على الوتر الأول، 3 3 5 3 على الوتر الأول، بعدين 5 6 على الوتر الأول. هلا اذا بدكم ما تضيعوا فيكم اول شيء ترجعوا تعيدوا المقطع هذا على البطيء كيف لعبته مثل ما هلا، يعني ترجعوا تعيدوا الشرح، او بتصوروا التاب، بتحطوا التاب محطوط باخر فيديو، بتصوروه هلا وبتصيروا بتتابعوا معي دغري، بس انا حعيده هلا كله على البطيء. هلا عندنا المقطع اللي بعده يلي هو بقلبه الكرجة كلها سوا تحت، يلي هو يعتبر أصعب مقطع بالغنية بس بده تمرين شوي. هلا المقطع اللي بعده ترجع بتعيد. مهم خلينا نبلش، 6 6 على الوتر الأول، 8 على الوتر الأول، 6 على الوتر الأول، بعدين 6 على الوتر الثاني، 6 على الوتر الأول. هلا بعدين عندنا الكرجة، نلعب 6 على الوتر الأول، 8 على الوتر الأول، 10 على الوتر الأول، هون بتبلش الكرجة. فإذا هلا 8 على الوتر الأول، 10 11 هلا بعدين 8 كلياته على الوتر الأول، هلا 8 6 8 هلا عنا ستة، هلا عنا الكرجة 6 على الوتر الأول،
8 على الوتر الأول، 10 على الوتر الأول، 8 على الوتر الأول، 10، 11، 8 على الوتر الأول، 11 على الوتر الثاني، 8 على الوتر الأول، 10 على الوتر الأول، 11 على الوتر الثاني، 10 على الوتر الثاني، 11 على الوتر الثاني، 8 على الوتر الأول. هلا 10 على الوتر الثاني، 8 على الوتر الثاني، 10 على الوتر الثاني، 11 على الوتر الثاني، 8 على الوتر الثاني. هون بتكون خلصت الكرجه. عند 8 بتخلص الكرجه. هلا دغري بنلعب بعدها، 10 على الوتر الثاني، 11 على الوتر الثاني، هلا 8 على الوتر الاول، 10 على الوتر الاول، وبعمل سلايد لفوق، بعدين 3 على الوتر الاول، شفتوا كيف بتكون سريعة بعدين بتصير بتبطأ، بعدين 1 3 على الوتر الاول، 4 على الوتر الثاني، 1 على الوتر الأول، 3 4 3 على الوتر الثاني. هلا هعد لكم المقطع على الأخير، هذا كلياته سوا على البطيء. دغري بعدها بتبلش سألوني الناس من جديد. هون بنكون خلصنا الشرح المفصل للغنية، أنا تقريبا شرحت كل المقاطع بالغنية، وبقى المقاطع بيرجعوا بينعادوا، وين ما بينعادوا رجعوا عيدوهم أنتو. فإذا هلا رح أترككم مع مقطع الطاب يلي هو على شكل وراق مصورهم أنا. وهذا هو كان درسنا لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوا تعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو، وما تنسوا تشتركوا بالقناة، تعملوا سبسكرايب يلي ما عمل سبسكرايب، كرمال توصلكم كل الدروس الجديدة. موعدنا إن شاء الله بغنية جديدة. باي باي.